يبقى لا ولا، ينقسم الى سني وبدعي ولا ولا. دي التقسيمه المشهوره، وان كان الادق سني وبدعي وبس. والمراد بالسني فيه ما اجتمعت فيه شروطه بان يطلق ذات الحيض المدخول بها غير الحامل والمختلعه، وليس المراد به الجائز كما في التقسيم الاول، وان اوهمه قول الشارح واراد المصنف بالسنه الطلاق الجائز، بل التسميه بالسني تسميه اصطلاحيه، والا لشمل القسم الثالث وهو لا ولا، لانه طالما مش بدعي يدخل في السنه، يعني اللي هو الجائز، فهمتني بقى؟ عشان كده يدخل فيه، فانه من الجائز، ولذلك ادخله صاحب التقسيم الاول في السني، وليس المراد به ما فيه ثواب، لان كلمه سنه تملي يبقى فيها ثواب، ليس المراد به ما فيه ثواب. وان قاله المحشي اللي هو البرماوي، لانه حينئذ يكون قاصرا على الطلاق المندوب كطلاق غير مستقيمه الحال، دون المكروه كطلاق مستقيمه الحال كما سياتي في التقسيم الاخر. والمراد بالبدع فيه الحرام كما في الاول، والمراد بلا ولا ما ليس بسني ولا بدع، وهو طلاق الصغيره والايسه والحامل وغيرها مما سياتي. والمصنف مشى على التقسيم الثاني، غير انه جعل المقسم النساء من حيث الطلاق ولا ضرر فيه، يعني المصنف هنا خلى المقسم هم النساء، في حين ان العلماء جعلوا الطلاق هو المقسم، ما تفرقش ولا ضرر فيه، لان المنظور اليه هو الطلاق، فكانه هو المقسم، فعلم من الضرب الاول في كلامه الطلاق السني والبدعي، ومن الضرب الثاني لا ولا فهو جار على كون الطلاق ثلاثه اقسام سني وبدعي ولا ولا، فاندفع بهذا توقف بعضهم في كلام المصنف، وقال ان ما سلكه المصنف مخالف لما سلكه غيره من المصنفين، ثم قال بعدما ذكر الطريقين في التقسيم على ان ما ذكره المصنف غير مستقيم، وقد اوضحناه لك غايه الايضاح، فادعو لي بالهدايه والفلاح، اللهم اهديه وافلح مقصوده. ده اللي ايه الامام البيجوري يعني بيقول ادعي لنا بقى، فجزاه الله عنا خير. قول والنساء هو اسم جمع، النساء دي اسم جمع لا واحد له من لفظ، اما يقول لك هات مفرد نساء الاجابه ايه؟ تقول لا واحد له من لفظ، ادي الاجابه لا واحد له من لفظ، خدت بالك؟ يبقى والنساء هو اسم جمع لا واحد له من لفظ، بل من معناه المفرد بتاعه نجيبه من معناه هو امراه، واضح؟ والمراد جنس النساء لا بقيد الضرب الاول ولا الثاني، والا لازم تقسيم الشيء الى نفسه والى غيره. يعني المراد هو تقسيم ايه؟ المراد جنس النساء لا بقيد ان الطلاق السني يقع في النساء والطلاق البري يقع في الحيوان مثلا. ما هو ما فيش، فهمتني بقى المساله؟ فهي مش مقصود هو تقسيم باعتبار الجنس، باعتبار يعني ايه؟ نفس الشيء، يعني مش بنقسم نفس الشيء. قوله فيه أي الطلاق خرج بقيد الطلاق الفسخ، فليس فيه سنة ولا بدعة. تملي الفسخ شرع لنفع لرفع الضرر، فهمتني؟ تملي كده، فطالما شرع لرفع الضرر مفيش داعي إن أنا أنتظر كده. برضه إحنا عندنا قاعدة في الفقه يقول لك إيه؟ الضرر يزال، يزال في الحال يعني. طالما الضرر يزال يبقى يزال في الحال، مفيش انتظر. وعلشان كده لو كانت الفسخ هنا من اجل ضرر يبقى في الحال، فما ينقسمش لسني ولا بدع. فهمت بقى المسألة؟ فليس فيه سنة ولا بدع، لأنه شرع لدفع الضرر، فلا يليق به مراقبة الأوقات ليوقعه في وقت السنة دون وقت البدع. قول ضربان أي نوعان. قول ضرب في طلاقهن سنة وبدع، أي سنة تارة وبدعة تارة أخرى. وليس المراد انهما يجتمعان معا. ولو قال، خد بالك من المساله دي لان المساله دي حيرت الفقهاء، ولو قال انت طالق للسنه او انت طالق طلقه حسنه او احسن الطلاق او افضله او اعدله او اجمله، حمل على وقت السنه، فان كانت في طهر لم تمس فيه ولا في حيض قبله وقع حالا، يعني ناجزا. هو بيقول لها انت طالق احسن الطلاق، انت طالق افضل الطلاق،
أنت طالق على السنة، واضح؟ قال لها كده اللفظ. فإن كانت في طهر لم يمسها فيه وقع في الحيض، وإن كانت في حيض لا يقع حتى تطهر، ما يقعش في الحيض. فهمتني بقى إزاي؟ وإن كانت في حيض أو في طهر مستت فيه أو في حيض قبله فحين تطهر بعد الحيض الذي لم تجامع فيه. ولو قال أنت طالق للبدعة، ده مناكب بقى، يقول لا أنت طالق أسوأ الطلاق، أنت طالق طلاق البدعة، كويس؟ عشان أنت يعني إيه غزتيني خالص، ده خاصل بقى هنا. أنت طالق للبدعة وأنت طالق طلقة قبيحة أو أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه، حمل على وقت البدعة. فإن كانت في حيض أو طهر مستت فيه أو في حيض قبله وقع حالا، وإن كانت في طهر لم تمس فيه ولا في حيض قبله فحين تحيض أو تمس تبقى تطلق، واضح الكلام؟ فإن جمع الصفتين قال لا أنت طالق أقبح الطلاق وأحسن الطلاق، أنت طالق طلاق السني والبدعي يعني على كل التقسيمات، يبقى يقع في الحال، يقع في الحال خلاص. فهمتني بقى ازاي؟ فإن جمع الصفتين وقع حالا، حالا يعني ناجزا، ادي معناه حالا يعني ناجزا يعني في الحال، وهذا في من يتصف طلاقها بالسنة والبدعة، وإلا فيقع حالا مطلقا. لو كانت واحدة مش من ذوات الحيض بقى يقع حالا مطلقا بقى صيغة، فهمت؟ لما يقول لها أنت طالق أفضل الطلاق أو أقبح الطلاق، وامرأة لا تحيض أو امرأة لا تحيض إما لصغر السن أو أيسة لكبر السن أو حامل، يبقى وقع في الحال، واضح؟ وكذلك طلاق الصغيرة والأيسة اللتين خرجتا بذوات الحيض، وإن أوهم كلام المحشي أنهما من ذوات الحيض. قوله وأراد المصنف بالسنة أي بذي السنة وهو السني ليستقيم قول الطلاق الجائز، وقوله وبالبدعة أي وبذي البدعة وهو البدعي ليستقيم قول الطلاق الحرام، فأفاد كلامه أن المراد بالسني الجائز وبالبدعي الحرام. ويرد عليه أن القسم الثالث وهو لا ولا يدخل في السني بمعنى الجائز كما يقول به من يجعله سنيا وبدعيا فقط، اللي هو التقسيم الثنائي. أنا عارفين بقى أن في تقسيم ثلاثي وتقسيم ثنائي، كما تقدم التنبيه عليه، إلا أن يقيد كلامه بكون المحل يقبل التحريم كما يقبل الجواز وهو ذوات الحيض كما هو الفرد، فلا يرد القسم الثالث حينئذ لأن المحل فيه ليس قابلا للتحريم بل للجواز فقط كما قاله ابن قاسم. قوله فالسنة أي ذو السنة وهو السني، لأن قوله أن يوقع الطلاق إلى آخره يناسب تفسير السني للسنة، وقوله الزوج هو قيد لابد منه قاله المحشي، ويظهر أنه يخرج به طلاق الحكم في الشقاق، الحكم هو القاضي يعني، حكم من أليه وحكم من أليه. قوله في طهر لأن تملي طلاق الحكم لدفع الضرر، فلا يوصف بالسني ولا بالبدع كده برضه، طالما حصل شقاق وراحوا للحكم يبقى الحكم هنا طلاقه لدفع ضرر. قوله في طهر أي لا مع آخره، وإلا فهو بدعي، أي لا مع آخره، إلا لأنها لا تشرع في العدة بعد الطلاق حتى تحيض، وهذا يشكل يعني من أول الطهر لآخر الطهر، ما يتطلقهاش في طهر مستها فيه خالص، يستنى على آخر الطهر ويبقى هتستقبل حيضها تروح برضه حرام. وإلا فهو بدعي لأنها لا تشرع في العدة بعد الطلاق حتى تحيض، وهذا يشكل على قولهم لو وافق قوله أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، دي برضه مسألة ثانية عرضت على الفقهاء اختلفوا فيه. قوله لو وافق قوله أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، لأن بيقول إيه أنت طالق وخلاص، فهمت؟ أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، كان سنيا كما مشى عليه العلامة الخطيب وغيره تبعا لابن الرفع وغيره، وهي مسألة عزيزة النقل، وهي من ترتيب الحكم على أول أجزائه، لأن الطلاق لا يقع بقوله أنت بمفرده، لا أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض، كأنه يقول أنت طالق زمن الطهر، واضح؟
لأن وقع الطلاق من أول كلمة أنت، وقع من أول كلمة أنت، لأن هي أنت لا تستقل. هو لما اجتمعت معها كلمة طالق فخلاص تمت، فهمت؟ ده خبرها. كما مشى عليه العلامة الخطيب وغيره تبعا لابن الرفع وغيره. وهي مسألة عزيزة النقل، وهي من ترتيب الحكم على أول أجزائه، لأن الطلاق لا يقع بقول أنت بمفرده اتفاقا، وإنما يقع بمجموع قول أنت طالق. ونقل ابن الرفع عن ابن سريج أنه قال يحسب لها الزمن الذي وقع فيه قول أنت قرأ كاملا. هو كلام في غاية البعد، ابن سريج ما عجبهمش في المسألة دي. ابن سريج قال إيه؟ قال ده يحسب قول أنت في زمن الطهر ده طالق، يتحسب الطهر ده أول قرأ لي، فهم؟ وهو كلام في غاية البعد، والذي اعتمده الشبرة من لسي أنه يكون بدعيا لا إثم فيه. قول غير مجامع فيه أي ولا في حيض قبله، وذلك لاستعقابه الشروع في العدة مع عدم الندم بذلك. شفت الحتتين، شروع في العدة وعدم الندم، يبقى لا عايز يطيل العدة ولا عايز الزوج يندم. وقد قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لوقت يشرعن فيه في العدة، يعني يبدأن فيه في العدة. قول والبدعة أي وذو البدعة، وهو البدعي، لأن قول أن يوقع الطلاق يناسب تفسير البدع إلى البدعة، في حيض أي لا مع آخره، وإلا كان سنيا. آخر يوم في الحيض، آخر يوم في الحيض له أن يطلقه ويبقى سني. ليه؟ لأنه مش هيطيل عليها العدة، هي هتستقبل عدتها من بكره، يبقى هو لم يطل عليها العده، وطلقها وهي في اخر حيضها يعني مستبرئ الرحم، يبقى مش هيندم، بان انها حامل. فهمت؟ فهمت المساله دي؟ يعني بيقول لك هنا اي لا يطلقها في حيض الا ان كان في اخر الحيض فيبقى سنه. ليه؟ لانه لا يطيل العده وينتفي الندم. فهمت الحته الدقيقه دي؟ أي ولا في حيض قبله، والبدعة أن يقع الطلاق في حيض أي لا مع آخره، وإلا كان سنيا. ومثل الحيض النفاذ برضو مع آخره، ما يطلعهاش وهي نفساء ولا يطلعها، ولكن لو طلقها في آخر نفاسها وقع إيه؟ سني. وقول أو في طهر جامعها فيه أي أو في حيض قبله، سواء جامعها في القبل أو في الدبر. الجماع في الدبر حرام، لكن يعتبر وطن، فلو طلقها في طهر جامعها فيه في الدبر يأثم برضه، يأثم الطلاق ده آثم. يبقى اسمين، اسم الجماع في الدبر، واسم تاني انه طلقها في طهر جامعها فيه، خدت بالك؟ او في حيض قبله سواء جامعها في القبل او في الدبر، لان الوطء في الدبر كالوطء في القبل في وجوب العدة، وان كان لا يثبت به النسب على المعتمد، واستدخال المني المحترم كالجماع فيكون بدعيا مع الاسم. زي الوقت لما بيعملوا ايه تلقيح صناعي بره، وبعدين بعد ايه فتره معينه ياخد البويضه بعد ما لقحها بره يدخلها جوه الرحم، فهمتني؟ او ده استدخال المني. لو طلقها في الفتره دي بعد ما استدخل المني ده طلاق بدعي، لانه هينبني عليه حمل، فهمتني ازاي؟ واستدخال المني المحترم كالجماع، يعني حكمه حكم الجماع في الطلاق البدعي والسنة، فيكون بدعيا مع الإثم إن علم استدخاله استدخالها له. طب افرض هو ما يعلمش وهي عملتها من وراء، وإلا فلا، لا يأثم. وإنما كان في ذلك بدعيا لمخالفته فيما إذا طلقها في الحيض لقوله تعالى فطلقها ثلاثا، فيتضرر هو والولد بتربيته عند غير أبيه، وخرج بإيقاع الطلاق في الحيض تعليق الطلاق فيه بصفة فلا يحرم، لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي سنيا، وإن وجدت في الحيض سمي بدعيا، إلا أنه لا إثم فيه إلا إن أوقع الصفة فيه باختياره. يعني قال لها إيه؟ الطلاق معلق،
لو رحتي لجارتنا تبقي طالق. فراحت لجارتها وهي حائض، وقع الطلاق وهي حائض، يبقى صورته بدعي وهو لا غير آثم. واضح؟ فهمت بقى المسألة؟ يعني علقوا على صفة، فأوقعي في الصفة دي وقت حيض أو وقت طهر هو مثلها فيه، يبقى صورته بدعي لكنه لا يأثم. إمتى يأثم؟ لو علقه على شيء هو في يده. يعني قال إيه مثلا؟ لو أكلت الملوخية أنت طالق، فأكل الملوخية في طهر مسها فيه، يبقى هو لي يد، يبقى هنا يبقى بدعي ويأثم. فهم؟ فهمت المسألة؟ يبقى نشوف المسألة دي تاني. أيوة اتفضل. ما هو يأثم لأنه لو طلقها في الوقت ده هيؤدي إلى ندمه. لا على فكرة، على فكرة مش كل تلقيح صناعي بيتم حمل، اسأل الدكاترة كده، نسبة النجاح فيه 40%. لا ما أنا بقول لك يعني في رجالة منكسة، نعمل لهم إيه؟ بس حكمها يبقى حرام. طب افرض هي خدت المني بتاعه من وراه وراحت للدكتور واستدخلته من وراه وهو طلقها على انه ما مسهاش، يبقى لا يأثمه. واضح؟ لكن ان وجدت الصفه في الطهر سمي سنيا، وان وجدت في الحيض سمي بدعيا الا انه لا اثم فيه الا ان اوقعت.